واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في الجوله الثالثه مع السؤال الثالث اللي اذكركم ايضا انه هو نقاط مضروبه باثنين مع الاخ الدعاء الكبيسي تفضلي والسيده سماء تفضلي. اهلا وسهلا مرحبا شلون الصحه؟ ست سبا احكي لنا شوي عن نفسك عملك هواياتك. انا سبا محمد. اي هواياتي السفر الشوبينج كتابه الروايات احيانا. اي هاي اريد السفر والشوبينج هاي نسمعها هوايه بس اريد كتابه الروايات قصه لو قصه قصيره. لا كنت لو اكتب قصص يعني لاخواني هم صغار او شيء. أي. حتى يستمتعون بيها. تكتبين؟ اكتب. اي كنت اكتب قصص يعني ارسمها 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 واقعدهم واحكي. يعني القصه تحوليها الى رسومات. اي وكم قصه تقريبا كتبتي؟ هواي كتبت هواي. محتفظه بيها؟ لا لان كنت بدوله واجينا بطلناك. ليش حرامات؟ بعد راحت. مو؟ اي صحيح. وما عندك رغبه ان تعيدين ان تفكرين ان تكتبين من جديد؟ لا احب اكتب هم يعني اكتب. ضروري ترى ترى هذه موهبه يعني عظيمه خاصه مجال الادب القصه والروايه. يعني انا ادعوك ان تكتبين اعاده النظر من جديد هنا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اذا اهلا وسهلا. وفي الدعاء خلينا نسمع في الدعاء اسمها عملها وهواياتها. اسمي دعاء. اها. هواياتي اعمال الهاند ميد والطبخ. واعمل انا حاليا يعني ربة بيت خرجت بكالوريوس علوم فيزياء جامعه بغداد. ما شاء الله. اي ما اشتغلت لانه تزوجت وصارت عندي بنيه بعدها صغيره. انا اخوك. انا اخوك يعني اللي تزوجت قعدت بالبيت؟ لا هي صغيره. صارت طفله. ها؟ طفله صارت عندنا غير؟ طفله. يعني من تكبر يجوز المستقبل. ما يخالف ما يخالف بس ان شاء الله تكبر. ان شاء الله. وارجع طبعا. ان شاء الله. اكيد. هواياتك؟ احب كلش الطبخ. الطبخ. اي واعمال الهاند ميد كلش. والرجال يحب الاكل؟ اي كلش. يا يابا داري ها داري. اي طبعا. ما شاء الله. يلا اذا بالموفقيه. بالموفقيه وان شاء الله ربي يحفظ بيتكم ان شاء الله. هذا خوش سؤال. هذا اجاك فت السؤال. انت همين لازم تعرفيه. السؤال الثالث المضروب بنقطتين ايد ورا الظهر. ايد على الطاولة والسؤال يقول ماذا يفعل الاهل وهم بانتظار مولودهم الاول؟ مو بالله؟ الك. تحضير الاسم. تهيئة الاسم. اختاروا له اسم للمولود. نعم. واعلى احتمال طبعا برافو. تفضلي ست سبا اذا ويلا في الدعاء. هاي شلون صرت جتي عدله؟ جتي عدله. واستاذ يحيى ايش يقول؟ بس عندي السؤال ما سمعته زين. السؤال الاول ماذا يفعل الاهل؟ ايه؟ وهم بانتظار مولودهم الاول، يعني بعد ما جاي يعني يحضرون الغرفه مالته او الملابس او هيك ملابس. ملابس الطفل يحضروها. خلينا نشوف. ملابس الاطفال، ملابس نعم. ملابس الطفل. والاخ صالح. يعني شراء الحليب المستلزمات الثانيه. الحليب؟ اي والمستلزمات الثانيه شنو يعني؟ ما ادري شيء واحد هو يعني.